به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من التوفيق رشحا، وهبني من سما الإلهام نفحا. إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الحسن قبحا. أبا الهادي إليك القلب يهفو، كهفو الطير رفرفة وجنحا. عظيم أنت وصفك جل معانا، من يعن يكبح الألباب كبحا. به الشعراء قد ثملوا، ولما يذوقوا من دنان الوصف قدحا. جواد صاغ جودك كل جود، ولولا أنت معنا جودي يمحى. الحوائج هيهات، ما لحظة ينسد باب. اي والله باب الحوائج، باب الحوائج هيهات، ما لحظة ينسد بابك. مو باب واحد عند عدة بيبان تستقبلي عند طلاب، والحيران هذا السجين الذل هذا. سجان هالليل لي متوجهين بدمعك الأحباب، باب الحوائج هيهات، ما لحظة ينسد بابك. مولاي لا ما تريد اللي يعتني لك ملهوف، شباكك قد سيدي يملي جفوف. لا 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 ما تريد اللي يعتني لك ملهوف، شباكك ايش قد سيدي يملي جفوف. باب الحوائج ليل حوائج موصوف،
باب الحوائج للحوائج موصوف جرب نويع رفنا بهاي لا ما يريد طلاب باب الحوائج هيهات ما لحظين سد بابه ما لحظة ما لحظة ينسد بابه اللهم صل على محمد وآل محمد هنا من حيث باب الحوائج الذي لا يغلق بوجه من قصده. نحييكم بتحية الإسلام سادتي أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية في كل مكان، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء يتجدد معكم بنفحات كاظمية جوادية من رحاب الجوادين سلام الله تعالى عليهما، من مرقدهما الطاهر، من جوارهما الشريف، هنا حيث نقف متشرفين بهذه الخدمة العظيمة، بخدمة من جعلهم الله عز وجل خلفاء له في الأرض والسماء، أولياءه الصالحين، مقصد المحتاجين والمهمومين والمغتمين، وكل من تعسر عليه أن يجد لنفسه متنفس فهنا متنفس كل مغتم وكل مهموم في جنة موسى والجواد. هنا في هذه الجنة، لا جنة عاد، هنا في جنة موسى والجواد سلام الله تعالى عليهما. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير سادتي أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية متابعي برنامج باب المراد. تعودنا وإياكم أيها الأخوة أيها الأخوات متابعينا الأكارم أن نكون في كل حلقة بوقفة مع سادتي وأئمة أهل البيت، وبما أننا خدام للجوادين هنا في الكاظمية المقدسة ومن خلال هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر قناتكم قناة كربلاء الفضائية، تعودنا وإياكم أن نقتطف الثمار الطازجة والتي ننتفع بها في الدنيا وفي الآخرة. اليوم أريد أن أتحدث إليكم في بداية البرنامج، وقبل أن نستقبل اتصالاتكم كما اعتدنا في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، ونستمع إلى دعواتكم وأنتم تبثون شكواكم إلى الله عز وجل، ما هي أفضل مراتب الصبر؟ هل هنالك مراتب للصبر؟ وما هي أفضل مراتب الصبر؟ في بداية نود أن نتحدث إليكم أيها الأحبة أيها الأخوة أيها الأخوات مشاهدين الأكارم عن ما هو معنى الصبر. الصبر هو الامتناع عن الشكوى، نعم الامتناع عن الشكوى على الجزع الكامن. والمراد من الامتناع عن الشكوى هو الشكوى إلى المخلوق وليس إلى الخالق. نعم لننتبه جيدا أنه الامتناع عن الشكوى إلى المخلوق ممن هو نظير إلينا لا إلى الخالق عز وجل، أما الشكوى عند الحق المتعالي سبحانه وتعالى تبارك عز وجل، وإظهار الجزع والفزع أمام قدسيته فلا يتنافى مع الصبر. فهذا النبي أيوب سلام الله تعالى عليه يشكو إلى الله سبحانه وتعالى قائلا، بسم الله الرحمن الرحيم، أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. إذن على الرغم من أن الله تعالى أثنى عليه بقوله إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقال النبي يعقوب عليه السلام قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، مع إنه كان أيضا من الصابرين. فما هي درجات الصبر؟ إذن إن المفهوم من الأحاديث الشريفة أن الصبر أو أن للصبر درجات،
ويختلف الأجر والثواب بحسب الدرجة، كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. تعالوا نستمع إلى هذه الرواية لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الصبر ثلاثة: صبر عند المصيبة، وصبر على الطاعة، وصبر عن المعصية. فمن صبر على المصيبة حتى يردها بحسن عزائها كتب الله له 300 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض. ومن صبر على الطاعة كتب الله له 600 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى العرش. ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة، ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش. ويفهموا أيها الأحبة، أيها السادة الكرام، أخوتي وأخواتي متابعي برنامج باب المراد، يفهموا من هذا الحديث لأمير المؤمنين عليه السلام أن الصبر على المعصية أفضل من مراتب الصبر كلها. وأيضا أتناول في رواية أخرى عن الإمام الصادق والد سيدي ومولاي الإمام الكاظم عليه السلام، ماذا قال الإمام الصادق عليه السلام في هذا الخصوص؟ قال الإمام الصادق عليه السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: سيأتي على الناس زمان لا ينال فيه الملك إلا بالقتل والتجبر، ولا الغنى إلا بالغضب والبخل، ولا المحبة إلا باستخراج الدين واتباع الهوى. فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر على الغنى، وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبة، وصبر على الذل وهو يقدر على العز، أتاه الله ثواب 50 صديقا ممن صدق بي، أي ممن صدق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد أن استعرضنا درجات الصبر، وحتى لا أطيل المقام عليكم أيها السادة أيها الأحبة، إن شاء الله تعالى ستكون أرقام البرنامج ظاهرة أمام أنظاركم إن شاء الله تعالى في أسفل الشاشة، ومن خلالها بإمكانكم التواصل معنا والاتصال بالبرنامج، وكذلك السلام على الإمامين الجوادين، وتقلدوننا الزيارة إن شاء الله تعالى. هل للصبر نتائج؟ نعم، إن للصبر نتائج كثيرة، فهو مفتاح أبواب السعادات وباعث للنجاة أيضا من المهالك، يهون المصائب ويخفف الصعاب، ويقوي العزم والإرادة، ويبعث على استقلالية مملكة الروح. ولكل درجة من درجات الصبر فائدة خاصة، فالصبر على المعصية يبعث على تقوى النفس، والصبر على الطاعة يسبب الاستئناس بالحق عز وجل، والصبر على البلايا يوجب الرضا بالقضاء الإلهي. الحديث يطول حقيقة في هذا الموضوع، ولكن هذا ما وددت أن أنقله إليكم وأطرق مسامعكم به. إن شاء الله تعالى لنا ولكم الأجر العظيم بسماعنا وامتثالنا لما يحب الله عز وجل ويرضى. نعم أيها الأخوة، قبل أن نستقبل اتصالات حلقة هذا اليوم، هي فقط تذكرة لكل السادة المشاهدين وكذلك السيدات، ممن دائما يحب أن يتواصل معنا في هذه البرنامج، فقط للتذكير حتى نفسح مجال أوسع لباقي المتصلين، قدر الإمكان قدر الإمكان سلموا على الإمامين باتصالاتكم، وإن شاء الله تعالى الإمام يسمع صوتكم ويرد عليكم السلام إن شاء الله تعالى، ويفهم لذيذ مناجاتكم. أنا سأسجل أسماءكم في هذه الورقة وأسماء متعلقيكم إن رغبتم وإن أحببتم إن شاء الله تعالى، وتوضع في النهاية هذه الورقة في داخل ضريح الإمامين الجوادين، بعد أن أزور في ختام البرنامج نيابة عنكم وعن ذويكم ومتعلقيكم إن شاء الله تعالى. وقدر الإمكان أوصيكم مرة أخرى الاختصار بالاتصال، حتى يكون أكبر عدد ممكن من المتصلين معنا في كل حلقة. على بركة الله وبركة الإمامين الجوادين، نبدأ أول اتصالاتنا باستقبال اتصال
الأخت نور من واسط. معك يا نور ومع كل الأخوة والأخوات المتصلين بالبرنامج يعلو نداءنا المعهود بنية قضاء الحوائج وشفاء المرضى وتسهيل الأمور وتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان المهدي المنتظر. نقول يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليكم وحياكم الله يا نور. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا بالزيارة ونسألكم الدعاء إن شاء الله. يا باب المراد يا باب المراد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم يا ولي الله. السلام عليكم يا حجة الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا موسى بن جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته يا باب الحوائج. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا محمد الجواد يا باب المراد يا شباب الأم ورحمة الله وبركاته. سيدي يا مولاي يا إمام يا موسى بن جعفر يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سيدي يا مولاي يا إمام يا محمد الجواد يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم ارزقنا قريبا عاجلا زيارتهما في الدنيا وشفاعتهما في الآخرة بحق محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليه أجمعين. اللهم عجل وليك الفرج عنا من أنصار وأعوان بحق محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم اشف بارك الله فيك يا أختي. اللهم اكتب الشفاء العاجل لوالدي بحق محمد وآل محمد. اللهم اقض حاجتي بحق الإمامين الجوادين. الله يحفظكم إن شاء الله كادر قناة كربلاء يسلمكم. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله يحفظكم ويبارك بكم ويتقبل أعمالكم إن شاء الله تعالى وتسجل لكم هذه الزيارة في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى ويمن على الوالد بالصحة والعافية والشفاء العاجل وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات إن شاء الله تعالى في هذه الليلة ببركة سادتي وأئمتي الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. معنا اتصال من محافظة واسط أيضا الأخت مريم. سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليكم يا ولي الله. السلام عليكم يا حجتي الله. السلام عليكم يا نوري الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد جوان ورحمة الله وبركاته. عليكما مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكما يا سيدي يا مولاي. توجهت واستشفعت وتوسلت بكما إلى الله وقدمتكما بين يدي حاجاتي يا وجهها عند الله اشفع لنا عند الله بحق محمد وآل محمد. إلهي نقسم عليك بفاضل مواقفها وبعليها وبنيها بحق التسع المعصومين من ذريته. اللهم عجل لي ولك الفرج واجعل فرجنا في فرج محمد وآل محمد. اللهم انصر حجنا المقدس ربي احفظ ان شاء الله سيد علي بارك دعواتكم الطيبة إن شاء الله تعالى. أخونا مشتاق ممكن سجلنا أسماء خدمتكم يا أخت مريم. تفضل. مريم عائلته نعم وفرقان في قضاء الحاجة طيب وكتب حياة عائلتها نعم. دي أبو باسم وعماتي وكل ما قلدنا الدعوة زيارة والله ما ناسيكم إن شاء الله من الدعاء. جزاكم الله ألف خير. الله يحفظكم إن شاء الله ويتقبل دعواتكم إن شاء الله تعالى بأحسن قبول. شكرا لاتصالكم إن شاء الله تعالى تتوفقون في القريب العاجل. كل موالي وكل محب إن شاء الله تعالى وكل موالي أيضا مشتاقين لزيارة الإمامين الجوادين إن شاء الله تعالى تتبلغون زيارة الإمامين في القريب العاجل والوصول إلى هذه الجنة المباركة. معنا اتصال من الديوانية الأخت وجدان. سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل بالزيارة يا أخت وجدان. يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد يا مسلم جعفر الكاظم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. السلام على الجوادين. السلام على فاطمة المعصومة. السلام على إمام الرضا شمس الشموس أنيس النفوذ غريب طوس. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبو الفضل العباس قمر بني هاشم وعلى الحوراء زينب بطلة كربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخ مشتاق سجل أسمانه. تفضل يا أخت وجدان. سجل اسم المرحوم الشاب حنان الله يرحمه إن شاء الله. وسجل اسم المرحوم بارق الشاب والمرحوم الشاب باهر. وسجل اسم بالشفاء أم طيبة ومحمد ومعلي وام هبه وام حسنين وام عبد الله وجنان بالعافيه. ادعي لهم عيد موسى بن جعفر الكاظم. الله يحفظك ويحفظ الكادر يا باب المراد يا باب المراد. شكرا لكم يا اخت وجدان. ان شاء الله تعالى ما راح ننساكم من الدعاء كل من ذكرتيهم ان شاء الله تعالى. معنا اتصال من بلجيكا الاخت هبه. سلام عليكم يا باب المراد. يا باب المراد يا باب المراد. تفضلوا بالزياره يا اخت هبه وان امكن شويه ترفعوا لنا صوتكم حتى يكون واضح ان شاء الله تعالى.
السلام عليكم يا باب المراد يا باب المراد يا باب المراد. يا باب السلام عليكم بما صبرتما فنعم عقبى الدار. السلام عليكم يا سيدي ومولاي ورحمة الله وبركاته. السلام على علي بن موسى بابا ورحمة الله وبركاته. السلام على فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام الله عليكم جميعا. مولاي إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بكما إلى الله وقدمناكما بين يدي حاجاتنا. يا وجيهين عند الله اشفعالي عند الله وأسألكم بحقكما عند الله أن يقضي حاجتي. يا سيدي ومولاي خاصتك بحاجة وإذك تقضيها إلي بحق بحقك رب العالمين يا باب الحوائج. السلام عليك يا باب المراد. الأخت هبة إن شاء الله تعالى دعواتكم مستجابة، ولكن باختصار شديد نعم إن شاء الله تعالى في حلقات قادمة إن شاء الله تعالى سنسمع رأيها. كنت أود أن أوجه للأخت هبة بأن تجسد أو تصور عفوا لنا المشاعر التي تكتنف قلوب المغتربين عن جنة موسى والجواد وعن هذه الجنان التي وضعها الله عز وجل يتبارك بها المؤمنون يتبارك بها المؤمنات في أرضه مراقد أهل البيت سلام الله تعالى عليهما. لا شك ولا ريب أن لكل بعيد مكانيا عن هذه الجنان مشاعر قد تختلف عن من هو قريب وبإمكانه الوصول متى ما شاء. إن شاء الله تعالى دعائي لكل المغتربين والقاطنين في بلاد المهجر إن شاء الله تعالى بأن يوفقوا دائما وأبدا للوصول إلى مراقد أهل البيت سلام الله تعالى عليهم. معنا اتصال الأخ أحمد من بغداد. السلام عليكم يا باب المراد. أم أحمد على رأسي يا أمي. أم أحمد أهلا وسهلا يا أمي، تفضلوا بالزيارة. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتكم مسموع إن شاء الله، تفضلوا بزيارة يا أم أحمد. سالم الله يسلمك يا أم، الله يبارك فيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا موسى النجفر باب الحوائج أسد بغداد طبيب بغداد. السلام عليك يا أسد بغداد. السلام عليك يا محمد الجواد جواد أهل البيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى زينب جبل الصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم يا باب المراد. اللهم يما صلي لركعتين خدمتكم يا ام احمد، خدمتكم ان شاء الله تعالى ما ننساكم من الدعاء والزياره باذن الله. اشكرك يما طال عمرك، واهدي هذه الزياره ايضا الى احمد ابني والى مرتضى والى اسراء لان مريضه ان شاء الله، وايضا الي لان انا ايضا مريضه. صحه وعافيه والشفاء العاجل لكم ان شاء الله. ان شاء الله عين انت. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. شكرا لكم يا أم أحمد، إن شاء الله تعالى ما ننساكم أنتم ومتعلقيكم إن شاء الله تعالى والأهل من الزيارة والدعاء. الليلة إن شاء الله تعالى تنالون قضاء الحوائج وشفاء مرضاكم إن شاء الله تعالى وكذلك شفاءكم يا أم أحمد. معنا اتصال آخر لأخت آية من الدجيل. السلام عليكم يا باب المراد. ألو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا بالزيارة يا أخت آية. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا طبيب بغداد. السلام عليك يا طاب الحاجات. السلام عليك يا جواد لأن. السلام عليك يا راهب بني هاشم. سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيهنا عند الله اشفع لنا عند الله يا أبا جعفر يا محمد ابن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك
حاجاتنا حاجاتنا يا وجهي يا وجهي عند الله الله إن شاء الله الشفاء اللهم ارزقنا زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة. آمين آمين. ربي يرزقكم إن شاء الله تعالى شفاعة محمد وآل محمد وكذلك شفاعة الإمامين الجوادين. يا أخت آية شكرا جزيلا لاتصالكم. نأخذ اتصال الأخت زهرة من البصرة. سلام عليكم يا باب المراد. باب المراد يا باب المراد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآله. السلام على الحسن والحسين والتسعة المحصومين. السلام عليك يا خالة يا مشتاق. الله يسلمك يا أمي. الله يبارك فيك ويحفظك إن شاء الله. بحق هاي الليلة ليلة الخميس يفتح لنا باب ويشافينا. توسل الليلة موسى بن جحفر سلام الله وتوسل بالرضا أستاذ مخريسان والنعم والنعم منهم الجواج الشافينا من هاي الأمراض. اللهم يمن عليكم بالشفاء العاجل إن شاء الله وشفاء مرضاكم. هاي يا خالة والله تعبنا يا خالة والله تعبنا. الله يزيح التعب وإن شاء الله يريحكم دنيا وآخرة يا رب. هذا ضريح الإمامين الجوادين قدام عيونك وسولف ويا الإمام يا حجية. والله يا الإمام ما يرد مريض غلز من الليله عندك الليله عندك انظر بقضيتي ان شاء الله ينظركم ان شاء الله نظره كريمه وهو الكريم والسخي والجواد بن جعفر. الليله عاجيك يا بعد قلبي تعبت والله ما اقدر بعد تيفو وسكر صحه وعافيه شفاء العاجل بحق الجوادين ان شاء الله. الله يشافيكم يا أمي ويعافيكم إن شاء الله تعالى من كل سوء ومن كل بلاء ويشافي جميع المرضى إن شاء الله تعالى. الليلة نقسم على سيدي ومولاي أيضا بهذا القسم اللي اعتدنا أن نقسم عليه بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. يا سيدي ويا مولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جحفر نظرة كريمة منك أيها الكريم يا ابن الكرماء أيها الأصيل يا ابن الأصلاء أيها السخي ابن الأسخياء أيها الجواد. يا سيد ويا مولاي نظرة منك لكل المحبين اللي خاطبونك من خلال البرنامج ومن خلال الشاشة أيضا اللي جالسين أمام الشاشة وتتكحل أنظارهم بشوفة ضريحك المبارك وكذلك مرقدك النير. يا مولاي نظرة كريمة منك لقضاء حوائجهم لشفائهم شفاء مرضاهم للستر والعافية لتجنيبهم أيضا كل سوء وكل بلاء وتحصينهم من كل مكروه وبلاء إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال الأخ قاسم من بغداد. سلام عليكم يا باب المراد. قاسم من ديالة الخالص. على رأسي أنت وأهل ديالة. حياك الله يا أخ قاسم من ديالة. عفوا تفضل. السلام عليكم من الخالص. من الخالص على رأسي منين ما تكون. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا باب المراد. السلام عليك يا موسى بن جحفر. السلام عليك يا سيد المعصومة. السلام على علي بن موسى رضا. أزور بنيابة عن أمي وأبي وأطفالي وزوجتي وأخواني أخصهم بالزيارة. ولي حاجة عندي عندك يا أبو سبل جعفر مقضية إن شاء الله ببركاتهم الليلة. توسل بك عند الله يا وجيها عند الله اشعلنا عند الله. خليها حاجتك الليلة إن شاء الله تعالى مؤمنة عند الإمامين الجوادين وخلي يكون قلبك مطمئن يا أخ قاسم. وادعو لأبي محمد أبويا شوية مريض شوية معدتي شوية. اذكر لنا اسمه وإحنا بخدمته إن شاء الله وخدمتكم يا أخ قاسم. أبويا محمد وابن محمد هم مريض ادعو له. يا رب بحق محمد الجوادي الليلة الشفاء العاجل للوالد إن شاء الله. أي والله. أهلي وأخواني وإيمان وجاسم. نعم. شكرا لك يا أخ قاسم. الله يمن عليك وعلى الوالد بالصحة والعافية والشفاء العاجل وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات سيما أصحاب الأمراض المستعصية اللي دائما يوصوني بالدعاء لهم وأخص أيضا الدعاء لأخونا المؤمن الطيب صادق السهيل إن شاء الله تعالى. أنا وأنتو ندعو له إن شاء الله تعالى ونحن بجوار الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهم. معنا اتصال من بابل أم إحسان. سلام عليكم يا باب المراد.
السلام. حياكم الله يا ام احسان، تفضلوا بالزياره، نسالكم الدعاء ان شاء الله للمؤمنين والمؤمنات. يا باب المراد، يا باب المراد، السلام على الامامين الجوادين، السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا موسى بن جعفر باب الحوائج طبيب بغداد. سلام الله عليك. السلام عليك وعلى حفيدك محمد الجواد شباب الائمه. السلام عليك وعلى اولادك على بن موسى رضا المرتضى غريب الطول، وعلى سيدتي مولاتي فاطمه المعصومه الغريبه. السلام على علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. سلام الله. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على سيد مولاي أبو الفضل العباس حامل لواء الحسين. السلام على سيدة مولاتي زينب الحوار. السلام على سيدة مولاتي أم البنين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل وليك الفرج. يا رب يا رب. اللهم عجل وليك الفرج إن شاء الله. آمين. يشافي مرضاكم يا أم إحسان. إن شاء الله. يا رب يا رب. آمين ببركات الحوائج إن شاء الله تعالى. يا رب بجاه باب الحوائج موسى والجواد إن شاء الله تعالى. شكرا لكم يا أم إحسان، إن شاء الله تعالى ما ننساكم من الدعاء أنتم ومتعلقيكم إن شاء الله تعالى بزيارة ودعاء للإمامين الجوادين في هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى دائما وأبدا من الدائمين الوصل مع سيدي ومولاي باب الحوائج الذي قصده حتى هؤلاء الصغار الذين حرص آباءهم وأمهاتهم على أن يجعلوهم يتنفسون منذ صغرهم هذا الطيب، هذه الرائحة الطيبة التي تخالط رئاتهم. حقيقة ما أجمل أن نربي ونحن في زمن صعب جدا، وما أصعب تربية الأبناء في هذا الزمن. هنيئا لمن جعل نصب عينيه مخافة الله عز وجل، وجعل نصب عينيه الإسلام، وجعل نصب عينيه محمد وآل محمد. وهنيئا لمن رسم الخطوط العريضة لأبنائه ووجههم التوجيه الصحيح، وجعلهم ينتهجون النهج المستقيم وهو نهج محمد وآل محمد، الذين كما قيل ما خاب من تمسك بهم وأمن من لجأ إليهم. فها هم محبي أهل البيت، محبي موسى والجواد، قد أمنوا بلجوئهم الليلة وفي كل ليلة وفي كل ساعة في كنف هذه الروضة الشريفة للإمامين الجوادين. معنا اتصال الأخ بلاسم من الديوانية. سلام عليكم يا باب المراد. سلام عليكم. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام. حياك الله يا أخ بلاسم. تفضل. السلام عليك يا محمد الجواد. السلام عليك يا صديق بغداد. السلام عليك يا أسد بغداد. السلام على الحسن والحسين، والسلام على علي بن سلام الحسين. الله عليهم جميعا. والسلام على أصحاب الحسين، والسلام على زوار الحسين، والسلام على أبو الفضل العباس حامل لواء الحسين وقطيع الكفين. بارك الله. والسلام على أم البنين، والسلام على تسعة المعصومين من ذرية الحسين 100 مرة. هذا إيثار من عندك وأنت تزور الإمامين الجوادين، تذكر أجدادهم الطاهرين. بارك الله بك. هذا ضريح الإمامين الجوادين أمام أنظارك، سلم وزور باختصار يا أخ بلاسم. السلام عليك يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. السلام على قسم المظلومة، السلام على فاطمة العليلة. طيب الله أنفاسك والله يتقبل زيارتك إن شاء الله تعالى في هذه الليلة، وإن شاء الله تعالى ما ننساكم من الدعاء يا أخ بلاسم. أنتقل إلى محافظة البصرة والأخت أم علي. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام والرحمة والإكرام. تفضل يا أم علي. يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب الحوائج، يا مصلى الجعفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على النبي محمد المصطفى. السلام على علي المرتضى. السلام على فاطمة الزهراء. السلام على الحسن المشتبه. السلام على الحسين شهيد كربلاء والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. السلام على أبي الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. السلام على الحوراء زينب بطلة كربلاء ورحمة الله وبركاته. نأسف لانقطاع الاتصال مع الأخت أم علي. إن شاء الله تعالى دونا اسمكم في هذه الورقة التي ستتشرف بأن نضعها في داخل ضريح الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، وإن شاء الله تعالى
ننوب عنكم بزيارتهما والدعاء لكم ولذويكم إن شاء الله تعالى. نأخذ اتصال من محافظة واسط الأخ الزهراء. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أخ الزهراء، تفضلوا نسألكم الدعاء. يا باب المراد، يا باب المراد، السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض، أشهد أنكما قد بلغتما عن الله ما حملكما، وحفظتما ما استودعتما، وحللتما حلال الله، وحرمتما حرام الله، وأقمتما حدود الله، وتلوتما كتاب الله، وصبرتما على الأذى في جنب الله، محتسبين حتى أتاكما اليقين، أبرأ إلى الله من أعدائكما، وأتقرب إلى الله بولايتكما، أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، مواليا لأوليائكما، معاديا لأعدائكما، فاشفعا لي عند ربكما، فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم عجل لوليك الفرج، يا رب. اللهم عجل لوليك بحق الجوادين ان شاء الله تعالى الفرج العاجل. الكريم نسالكم الدعاء ولا تنسونا من صالح دعواتكم باذن الله تعالى، وفقكم الله لكل خير ان شاء الله. شكر موصول لكم ايضا يا اخ الزهراء، ولطيب انفاسكم ان شاء الله تعالى على هذا الاداء الطيب بقراءه هذه الكلمات، كلمات الزياره ان شاء الله تعالى في ميزان حسناتكم، وكذلك كل الخير وكل التوفيق والسداد لكم ولجميع السادة المشاهدين إن شاء الله تعالى، ما ننساهم أيضا وهم يتحرقون شوقا في الوصول إلى هذه الجنة، جنة موسى والجواد سلام الله تعالى عليهما. أسأل الله إن شاء الله تعالى في هذه الليلة المباركة بحق الإمامين الجوادين أن يرزق الجميع إن شاء الله تعالى الوصول، سيما من هم خارج العراق أيضا المحترقة قلوبهم شوقا للوصول إلى مرقد الإمامين الجوادين وباقي مراقد الأئمة الأطهار. نأخذ اتصال من محافظة ميسان أبو مسلم. سلام عليكم يا باب المراد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخ أبو مسلم، تفضل ونسألك الدعاء. السلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. السلام على الإمام موسى الكاظم الإمام محمد الجواد ورحمة الله وبركاته. رجاكم عد الله سادتي ومواليه، الأمن والأمان للشعب العراقي وللأمة الإسلامية جميعا والشيعة أمير المؤمنين، بحقكم عند الله. السلام عليكم سادتي ورحمة الله وبركاته. بارك الله بك، الله يطيب أنفاسك. أستاذ مشتاق الله يحفظك. يسلمك يا حبيبي أبو مسلم، الله يبارك الله بك ويحفظك. لا تنسانا بالدعاء يرحم والديك. خدمتكم إن شاء الله تعالى، ما ننساكم وأنا كذلك الأهل أيضا. وكل إن شاء الله الأهل والعائلة وجميع شيعة أمير خدمتكم إن شاء الله تعالى، ننوب عنكم بزيارة ونسأل الله لنا ولكم القبول بإذن الله تعالى. شكرا لكم أيضا، وكذلك لجميع السادة المشاهدين اللي يحرصون على متابعة برامج قناة كربلاء الفضائية بمختلف الأنواع هذه البرامج. معنا اتصال من النجف الأشرف، الأخت أم حيدر. سلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام. السلام عليك يا باب المراد، يا باب الحوائج. السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام عليك يا موسى بن جعفر، بالشفاء العاجل من موسى بن جعفر. يما سجلني وياك بهاي الورقة، أني وزهراء، زهراء وخدمتك وابو حيدر على راسي وحمودي مريض الله يخليك محمد، إن شاء الله الشفاء العاجل ببركة الجوادين إن شاء الله. وغريب الشفاء العاجل من موسى بن جعفر، ما عندنا غيرهم بإذن الله تعالى. ندعو لكم يا أمي، وإن شاء الله ما ننساكم من الدعاء. نتوجه الليلة إن شاء الله تعالى بهذه الحوائج، حوائجكم وحوائج جميع المؤمنين والمؤمنات، نتوجه بها إلى الله عز وجل قاضي الحاجات، ونقول له بباب الحوائج يا سيدي ويا مولاي ويا ربي، بباب الحوائج خليفتك في أرضك موسى بن جعفر الجواد، موسى بن جعفر الكاظم ومحمد بن علي الجواد، اللهم أقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات، شافي وعافي جميع المرضى، سيما من اتصل في برنامج باب المراد في هذه الليلة وفي كل ليلة إن شاء الله تعالى، شفاء عاجلا لا يغادره سقم إن شاء الله تعالى. شكرا لكم يا أم حيدر. وأنتقل إلى الأخ أبو عباس من آمر. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو عباس، تفضل بالزيارة.
السلام عليك يا باب المراد، السلام عليك يا باب المراد، تعزي ونعزي صاحب العصر والزمان ومراجعنا العظام بذكرى استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجها أن الله، اشفع لنا عند الله بحق موسى الكاظم عليه السلام. السلام يا محمد الجوار عليه السلام، السلام موسى الكاظم عليه السلام. اللهم عافي وشافك كل من حق باب الحوائج موسى بن جعفر يا رب بحق الجوار. اللهم احفظ حجنا الشعبي والقوات الأمنية والجبهات القتال، اللهم احفظهم وانصرهم آمين يا رب بحق باب الحوائج موسى بن جعفر. بارك الله بك يا أبو عباس على هذه الدعوات الطيبة. تفضل اذكر الأسماء وأنا بخدمتك يا أبو عباس. خادم ربك مجنوني منكم، نسجل اسم والد حاسة تعبان من المفاصل من السكر. إن شاء الله صحة وعافية وشفاء العاجل إلها إن شاء الله. إن شاء الله والدي ووالدتي وأخواني وأخواتي وأخي المرحوم الشهيد، اللهم يرحمه ويرحم جميع الشهداء إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد، اللهم احفظ قناة الكربلاء والكادرين. شكرا لك يا أبو عباس، الله يحفظك ويسلمك. بارك الله بك، حياك الله، اللهم يتقبل أعمالك وكذلك يرزقك شفاء مرضاك إن شاء الله تعالى ومرضى المؤمنين أيضا ببركة الإمامين الجوادين. معنا اتصال آخر. نعم إن شاء الله تعالى ما ننسى جميع الأخوة والأخوات، طبعا هنيئا لمن يؤثر على نفسه وكذلك يبدأ بذكر الأنبياء والأوصياء والأئمة الأطهار سلام الله تعالى عليهما وهو يتوجه بزيارة الإمامين الجوادين. نعم نأخذ اتصال الأخ حسين من واسط. سلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا حبيبي يا أبو علي. الله يعطيك العافية. الله يعافيك يا أخي، تفضل بالزيارة. يا باب المراد، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا إبراهيم يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام على سيدي ومولاي أبا الحسن الرضا عليه السلام، السلام على باب المراد سيدي ومولاي أبا جعفر محمد بن علي الجواد سيدي ومولاي يا أبو الرضا، جاه الرضا عليك جيتك وردت حاجت من عندك ومشي عليك فاطمة المعصومة ومحمد الجواد مقضية إن شاء الله، مقضية الحاجة ببركاتهم. أي والله تقضي لي إياها إن شاء الله تعالى. يا أبا الحسن يا أبا جعفر يا سادتي وموالي، إني توجهت بكم إلى الله فبحق الحسين عليكم تقضون حاجتي وحاجة كل محتاج. نعم التوجه هذا وشافون كل مريض أستاذ مشتاق الله يطول عمرك، الله يبارك بيك ويطول بعمرك أيضا إن شاء الله. سلم لعلى الإمام إذا وصلت الشفاط نعيون نعيون إن شاء الله تعالى. خادمك يا أخ حسين إن شاء الله. أي والله وتقول لهم حسين يسلم عليكم وحاجة يمكم وما قصدتم قاصد ورجع خايب وبجاهد حسين عليكم ان شاء الله. هنيئا لك هذا الاعتقاد يا اخ حسين، بارك الله بك، الله يوفقك ان شاء الله. شكرا لاتصالك وان شاء الله تعالى يبلغ سلامك، وانا باعتقادي انه بمجرد اتصالكم وان لم تتصلوا وان لم تحظوا باتصال معنا في البرنامج، بمجرد ما انت بمكانك وبقلبك تتوجه للامامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما، بقلبك تتوجه الى جدهم المصطفى، بقلبك تتوجه إلى الزهراء عليها السلام، إلى أمير المؤمنين، إلى الحسن، إلى الحسين، إلى زينب وأخيها أبو الفضل العباس، تتوجه إلى التسعة المعصومين سلام الله عليهم ومن بينهم الإمامين الجوادين كما ذكرت، وتقرئهم السلام وتقول السلام عليكم يا سادتي ويا أئمتي، ثقوا إنهم سيردون عليكم، ولكن إن شاء الله عز وجل أن يجعلنا لا نسمع ذلك الصوت إلا أنه يقينا رد السلام موجود. نعم نأخذ اتصال آخر من بغداد الأخ محمد. السلام عليكم يا باب المراد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ محمد، تفضل بالزيارة ونسألك الدعاء. السلام عليك يا مكرم الجحر، السلام عليك يا محمد الجواد، السلام عليك يا باب الحوان، السلام عليك يا رب الرضا، السلام عليك يا قاضي الحاجات، السلام عليك يا محمد الجواد، أجر لي ولوالدي وقبلنا الزيارة. إذا كتبت الأسماء أنا بلا تحمل. تفضل تفضل أخ محمد أسمعك. أبو أحمد وعائلتي. نعم. أبو مصطفى وعائلتي. نعم. وحليم عيوني سيدتي الإله بالشكر.
الشفاء والمغفرة إن شاء الله، الشفاء العاجل يا رب بحق الجوادين. الله يبارك فيك، الشكر لله عز وجل وإلكم أيضا لتواصلكم مع البرنامج، حياكم الله، شكرا جزيلا، الله يفرح قلوبكم بقضاء حوائجكم. ناخذ اتصال. أم ميثم السلام عليكم يا باب المراد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أم ميثم، تفضلوا بالزيارة ونسألكم الدعاء لعموم المؤمنين والمؤمنات. يا باب المراد، يا باب المراد، يا باب المراد، السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا محمد الجواد، السلام عليك يا موسى ابن جعفر، السلام عليك يا أستاذ بغداد، السلام عليك يا طبيب بغداد، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على القبب المنير، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة، السلام عليكم يا آل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام عليك يا سادتي ومواليك، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة يا سادتي يا مواليك، اللهم عجل وليك الفرد، يوم الله يوفقكم، سجل أسمانه خدمتكم إن شاء الله تعالى، زيارة ودعاب وميتم ولد مؤمل ولد، الله يحفظكم، الله يسلمكم ويحفظكم ويسر عليكم إن شاء الله تعالى، الله يشاف المرضى ويقضي حوائج المحتاجين، الله يوفق، آمين، الله يوفق الجميع، شكرا لكم يا أم ميتم، الله يطيب أنفاسكم ويتقبل أعمالكم إن شاء الله، اللهم صل على محمد، آمين يا رب العالمين. شكرا لكم، وأنا أتشكر من جميع الأخوة والأخوات اللي شرفونا في هذه الحلقة، وحقيقة أثلجتم صدور مولانا صاحب العصر والزمان بتواصلكم مع الإمامين الجوادين. حقيقة لا تقطعوا هذا الوصل مع الأئمة سلام الله تعالى عليهم، فبالتالي فيه مردود إيجابي وفيه مردود نافع إن شاء الله تعالى، نحن بحاجتهم في كثير من الأوقات في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركاتهم وزيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، إنه سميع مجيب الدعاء. وأنا وأنتم أيضا اعتدنا في كل حلقة أن نتشارك الأجر والثواب إن شاء الله تعالى، ولا أنساكم ما دمت حيا متشرفا بخدمة الإمامين الجوادين من الدعاء والزيارة، وكهدية بسيطة مقابل ما تقدموه أيضا إن شاء الله تعالى من جهود طيبة بدعائكم للمؤمنين والمؤمنات. نتشارك الأجر معا بالدعاء للمؤمنين والمؤمنات، وأبدأ بالذكر للمرحومة العلوية والدة السيد علي وعقيلة سيد خلدون بالرحمة والمغفرة إن شاء الله تعالى، وأن يدخل الله عز وجل النور والسرور على قبرها ويسكن روحها الجنة ويلهم ذويها الصبر وكذلك أبنائها وبناتها بإذن الله تعالى ببركة أجدادهم الطاهرين محمد وآل محمد. كذلك دعائنا للأخت شهلزان بقضاء حوائجها الدنيوية والأخروية، ودعائنا لأبو هاني وأم هاني وأولادهم زهرة وزينب ورقية ومحمد بالصحة والعافية وقضاء الحوائج. لا ننسى دعائنا للسيد خلدون أبو علي وكذلك عائلته، ولابنه السيد حمزة وكذلك ابنتهم العلوية تقوى إن شاء الله تعالى بالسداد والتوفيق والصحة والعافية. دعائنا للسيد سعد أبو إيهاب النوري بالشفاء العاجل ببركة أجداده الطاهرين موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام. دعائنا للمرحوم السيد نجيب الموسوي بالرحمة والمغفرة، وكذلك لعقيلته بالشفاء والصحة والعافية، ولبناته العلوية بتول والعلوية نبأ وأولاده أيضا إن شاء الله تعالى، وباقي الأسرة الكريمة بالصحة والعافية والتوفيق. دعائنا للعلوية عقيلة سيد زامل النوري بالشفاء العاجل والصحة والعافية إن شاء الله تعالى، وأن يغادرها كل سقم وكل علة ببركة الإمامين الجوادين. لا ننسى كذلك ابنتها الأخت أم زمزم أيضا إن شاء الله تعالى بالشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، ودعائنا للأخ العزيز صادق السهيل بالشفاء العاجل، وكذلك لوالدته بالصحة والعافية والتوفيق والسداد. تحياتي للكادر الرائع، كادر برنامج باب المراد، وعلى رأسهم أستاذنا وحبيبنا المخرج والثاب الصقر، ولا ننسى مهندس الصوت الرائع الأخ الأستاذ علي اللامي، وكذلك على فيديو البث السيد حسنين العلوي، وهندسة الإرسال
الطيب السيد ضياء الموسوي، وأخوتي الرائعين المصورين الأخ يوسف وكذلك الأخ صامد والأخ حسين مصدق وكذلك الأخ كرار الوزني والأخ غسان والطيب الأستاذ كريم إدريس وكل العاملين في مكتب بغداد لقناة كربلاء الفضائية. والشكر موصول لكم أيضا على حسن متابعتكم لحلقة هذا اليوم، وإن شاء الله تعالى نسعد ونفرح دائما بمتابعتكم لبرامج قناة كربلاء الفضائية وتحديدا هذا البرنامج، برنامج باب المراد. الآن جاء الوقت لأن أؤدي ما ائتمنت عليه، زيارة الإمامين الجوادين بالنيابة عنكم إن شاء الله تعالى. سأنوب عنكم وعن ذويكم وعن متعلقيكم ممن اتصل بالبرنامج وكذلك الأخوة الجالسين الآن أمام شاشة قناة كربلاء الفضائية، زيارة سائلا الله عز وجل بحقي وجاهي ومقام الإمامين الجوادين أن يسجلها الليلة في ميزان حسناتكم إن شاء الله تعالى. أعقد النية الآن وكونوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكما يا وليي الله، السلام عليكما يا حجتي الله، السلام عليكما يا نوري الله في ظلمات الأرض. أشهد أنكما قد أقمتما الصلاة وآتيتما الزكاة وأمرتما بالمعروف ونهيتما عن المنكر وأطعتما الله ورسوله حتى أتاكما اليقين. أبرأ إلى الله من أعدائكما وأتقرب إلى الله بولايتكما، أتيتكما زائرا عارفا بحقكما، مواليا لأوليائكما، معاديا لأعدائكما، مستبصرا بالهدى الذي أنتما عليه، عارفا بضلالة من خالفكما، فاشفعا لي عند ربكما فإن لكما عند الله جاها عظيما ومقاما محمودا. السلام عليكما يا حجتي الله في أرضه وسمائه، عبدكما ووليكما، زائركما متقربا إلى الله بزيارتكما. اللهم اجعلني لسان صدق في أوليائك المصطفين، وحبب إلي مشاهدهم، واجعلني معهم في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. جزيل الشكر والامتنان لحضراتكم أيها الأخوة أيتها الأخوات لحسن هذه المتابعة، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله تعالى، وجهود تتكرر في خدمة سادتي وأئمتي الإمامين الجوادين سلام الله تعالى عليهما. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر برنامج باب المراد الرائعين. استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعرني من سنا عينيك لمحة، يداوي من صروف الدهر جرحا، يسكن خافقا بالشوق مضنا، به زند النوى يشتد قدحا. علي أفض من توفيق رشحة، وهبني من سما الإلهام نفحة، إذا ألهمتني فالشعر وحي، وإلا ارتد منه الإلهام.